من قلب صنعاء سلام لبيروت، شعار فعالية تضامنية للجبهة الثقافية لمواجهة العدوان والجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة، بحضور جماهيري نوعي وبمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والشخصيات الاجتماعية اليمنية التي أكدت وحدة الأمة والجرح والعدو. سلام إلى بيروت وصيدا، وإلى بنت جبيل ومارون الراس. سلام إلى جعتة وحريصة، وإلى فيروز وجوليا. وسلام ثم سلام لبطل المقاومة، نصير مظلوميتنا وحادي مسيرتنا، أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. حين نقول فاجعة الانفجار العظيم الذي طال بيروت، فإنما نقول الذي طال قلوبنا وأرواحنا ومدينتنا وبيوتنا جميعا. المشاركون في الفعالية أجمعوا على قدرة لبنان على الخروج من المحنة وتجاوز تداعياتها وإسقاط كل المؤامرات التي تحاك ضده وضد مقاومته. تضامننا مع الكنيسة ومع الجامع، مع السهل ومع الجبل، مع بيروت شمالا وجنوبا. نحبها كما قالت السيدة فيروز بكل اتجاهاتها وبكل أطيافها وألوانها، ونحزن على ضحاياها، نحزن على الإنسان فيها، نحزن على الدمار الذي أصابها. وتضامن ليس مع بيروت ولكن أيضا مع صنعاء ومع كل العواصم العربية التي تعرضت للاستهداف من قبل عدو واحد هو العدو الصهيوني والصهيونية العالمية وأمريكا وأدواتهم في المنطقة. إنها تحية الشعب اليمني يسجيها إلى شقيقه الشعب اللبناني برغم جرحه النازف الذي جعله أكثر من يشعر بألم لبنان وشعبه، وها هو يعبر عنها بهذه الفعالية وما سبقها من تضامن ومبادرات للتبرع ودعم لبنان. تحية محبة ومواساة وتضامن من عاصمة الصمود صنعاء إلى عاصمة المقاومة بيروت، رسالة أخوية بتقاسم الألم والأمل، وجهها أدباء وشعراء ومثقفو وسياسي اليمن، كل على طريقته من خلال هذه الفعالية التضامنية. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.